إذن متابعي ومشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم مجددا من خلال البث مباشر هنا من مدينة فاس بطبيعتها العاصمة العلمية للمملكة. صراحة تنسيق إدارة فاس مكناس لحمل الشهادة المعطلين فرع فاس يواصل الاحتجاج أمام ولاية جهاز فاس مكناس. فهذا البث المباشر متابعينا كنقل لكم بالصوت والصورة المطالب ديالهم هو إدماجهم في الوظيفة العمومية. نقلنا لكم البث المباشر لأسابيع متعددة بخصوص يعني هذا الموضوع ديال حاملو الشهادات المعطلين، هما كيطالبوا بشعارات واضحة إدماجهم في الوظيفة العمومية. وهنا هنا في محيط ولاية جهاز فاس مكناس استفر أمني كبير هنا متابعين الأوفياء، وكتشوفوا مجموعة من الشعارات المرفوعة هنا من أجل إدماج هاد الحاصلون على شواهد بطبيعة الحال معطلين يواصلون يعني الاحتجاج وكيطالبوا بإدماجهم في الوظيفة العمومية. غادي ناخذوا بطبيعة الحال متابعين الأوفياء بعد لحظات التصريحات ديال أعضاء التنسيقية ديال جهاز فاس مكناس اللي حملت الشهادة معطلين. إذا المتابعين الأوفياء دائما معكم، غادي نقربكم من الأجواء العامة هنا وسط استنفار أمني كبير لتأمين السير العادي لهذه الوقفة الاحتجاجية. مجموعة من العناصر اللي غادي ناخذ معاهم بطبيعة الحال استجواب، ناخذ معكم معاهم تصريحات. قلت الشعارات المرفوعة هنا هو ضرورة إدماجهم في الوظيفة العمومية. إذا تواجد مجموعة من المنابر الإعلامية أيضا هنا لتغطية هذه الوقفة الاحتجاجية، هم كيطالبوا بضرورة إدماجهم في الوظيفة العمومية. قال لك حنا قرينا خدينا شهادات أصبحنا معطلين، من حقنا على أننا نقولوا كتسمعوا يطالبون بإدماجهم في الوظيفة العمومية. إذن مطالب بإدماجهم في الوظيفة العمومية. إذا مطالب واضحة بالإدماج في الوظيفة العمومية متابعينا ومتابعينا ومشاهدينا الأوفياء كما كتسمعوا من خلال الشعارات المرفوعة. إذا شواهد وبطاقة فيها بدون متابعينا الأوفياء، شعارات اللي هي واضحة.
إذا دائما معكم رسائل موجهة هنا للمسؤولين على مستوى يعني هنا مدينة فاس بمطالبتهم بتدخل عاجل لإدماجهم في الوظيفة العمومية. رسائل هي واضحة صراحة. بكل صدق تحدثت معكم متابعينا ومشاهدينا الكرام، حضرنا من خلال مجموعة من الوقفات الاحتجاجية. المطالب ديال هاد الشباب واضحة، هو الإدماج ديالهم في الوظيفة العمومية. احنا خدينا شواهد قرينا، يعني بغينا نكونوا في الوظيفة العمومية كأي من حقنا نكونوا في الوظيفة العمومية. هذه الشعارات يعني المرفوعة هنا من أمام ولاية جهة فاس مكناس، كان مجموعة من الوقفات أمام البلدية ديال فاس جامعة فاس، مجموعة من المؤسسات اللي احتجوا بشكل كبير على ضرورة إدماجهم في الوظيفة العمومية. هم لا زالوا ينتظرون يعني الجواب من المسؤولين، لا زالوا ينتظرون الجواب من المسؤولين. متابعينا الاوفياء دائما معكم في البث المباشر. رسالة كيقدموها الحكومة، كيقدموها المسؤولين على مستوى مدينة فاس. رسائل اللي هي واضحة والشعارات المرفوعة واضحة متابعينا الاوفياء. اذا السفر امني كبير ايضا هنا لضمان بطبيعة الحال السير للرخصة الاحتجاجية بشكل يعني ما يكونش فيه. إذا متابعينا دائما معكم في البث المباشر من مدينة فاس من أمام ولاية جهة فاس مكناس، كنواصل معكم التغطية لهذه الوقفة الاحتجاجية المنظمة هنا من طرف حاملو الشهادات المعطرين. مجموعة من الشعارات المرفوعة هنا تطالب بإدماجهم في الوظيفة العمومية. إذا متابعينا كما كتشاهدوا معنا في الشاشة مطالب بإدماج حاملو الشواهد المعطلين بإدماجهم في الوظيفة العمومية. بداية مشكورين قناة شوف تي في على تغطية الأشكال النضالية التي تخوضها تنسيقية جهات فاس مكناس لحاملة الشهادات المعطلين. كيجي هذا الشكل النضالي كخطوات تصعيدية جراء التعنيف والترهيب والقمع الذي تعرض له العديد من المعطلين في الشكل النضالي الاخير اللي يوم الثلاثاء 23 غشت من 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 هذا المكان اللي هو مكان جهات فاس مكناس مقر ولايه جهات فاس مكناس. تعرض ثلاثه ديال المعطلين اللي نقلوا لتلقي الاسعافات الضروريه للمستشفى. هاد المعطلين الحاله ديالهم مازالت خطيره. اليوم كيجي الشكل النضالي كيف قلت كرد الاعتبار للمعطلين واستمراريه في تصعيد الاحتجاجات التي سطرها مكتب واعضاء تنسيقيات جهه فاس مكناس لاجل انتزاع حقهم العادل والمشروع اللي هو الشغل اكيد وضمان العيش الكريم من داخل هذا الوطن الى جانب كل ابناء الشعب المغربي. اذا المطالب ديالنا هو الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه بمختلف بما يتناسب مع الشهادات المحصل عليها. المطالب الحاليه اللي كان في الحوارات اللي مؤخرا هي ما كاين لا ادماج ولا والو، كاين مجرد تعويض عن سنوات البطاله، تعويض عن سنوات البطاله جسدات المشاريع، جسدات التعليم الاولي، جسدات في بعض العمال داخل المقاطعات وداخل اكيد جامعه فاس. بعض المعطلين اللي صراحه خداو بعض المناصب في الجامعه بواحد العدد صغير. العدد ديال
ديال المشاريع حتى هما راه كاينين كيقادوا المشاريع ديالهم، لكن الملف اللي بقى عالق واللي هو كيشكل الخطوره واللي كيشكل هذا التصعيد هو الملف ديال التعليم الاولي. الى حدود اللحظه مازال ما هضروش معنا فيه، مازال ما كاينش اجابات. كانت وعود، تعطات وعود على ان غادي يكون الحل ديال الملف ديال التعليم الاولي، اليوم ما كاين لا حل ولا والو. الناس راهم تعلن، العدد ديال المناصب التعليم الاولي في مختلف اقاليم ديال جهه فاس مكناس، الناس داروا تكوينات راه غيتافيكتاو شهر 9، المعطلين ديال التنسيقيه كيلقاو راسهم انهم تخلاو على الوعود اللي وعدوا بها، تراجعوا على الوعود اللي عطاوها في العديد من الحوارات، ما وفاش بالوعود ديالهم. لذلك نحن كمعطلين ما غنتخلاوش على المعطلين ديالنا اللي اختاروا يمشيو في التعليم الاولي، ما غنتخلاوش عليهم باي شكل من الاشكال، مهما كانت الظروف ومهما كان القمع ومهما كان الترهيب ومهما كانت الملاحقات ديال المعطلين، نحن سنرابط الشارع والشوارع ديال مختلف المغرب. الا كلفنا ذلك غادي نهبطوا حتى للرباط، ما عندناش ادنى مشكل. تحية للمنبر شفتي. شكرا لك سي يوسف. اذا متابعينا، المطالب واضحه هي ادماج هذا حامل الشواهد المعطلين في الوظيفه العموميه، مطالب واضحه بطبيعه الحال متابعينا. غادي نواصلوا معكم التغطيه الحصريه والمباشره على قناتكم شوف تي في، غادي نرجعوا من خلال بث مباشر اخر. نتمنى لان الرساله ديال هاد الشباب تلقى الاذان الصغير من طرف المسؤولين. دمتم في امان الله، الى بث مباشر اخر بحول الله.